كل شيء اليوم متابعين سبيل جديد في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده موجودين يعني اول ظهور لاسره الفقيده ملك طعيمه. ملك طعيمه فقيده حادثه الجلاله اللي كانت بالامس. احنا موجودين ملك طعيمه بنت محافظه الشرقيه وتحديدا مدينه الزقازيق. يعني احنا في انتظار وصول الجثمان للجد يروى التفاصيل. تكلمنا كده عن الملك رحمه الله عليها. الخبر جاتنا من على طريق ابوها هناك في المستشفى. قال لحضرتك ايه؟ قال لي ملك راحت. ملك راحت. انا لله والا اليه راجعون. اخر مره شفت فيها الملك كان امتى قبل ما تتوفى؟ اسبوع. اسبوع كانت معانا. الجمعة ده قبل اللي فاتت. كلمتها في التليفون أو حاجة؟ نعم. كلمتها حضرتك في التليفون؟ كانت قاعدة معانا. ٣٣ واحدة توفوا فيهم. يعني هو مش 2 ولا 20 ولا 17 الوفيات يعني 35 حسب نبأ الصحة ان 35. مين اللي بلغ حضرتك؟ اللي بلغني الناس اللي هناك دلوقتي البنت. احنا بحسب بيان وزارة الصحة بيقول ان في 12 وفيات وفي حوالي 33 مصاب. يعني احنا بنقدم خالص العزاء والمواساة للأسرة الى رحمة يعني الله. ربنا يرحمها رحمة واسعة الى رحمة الله. احنا عايزينك بس تكلمنا عن ملك و ازيك يا جدو؟ نعم. دي شهيدة العلم. كانت ايه اكتر امنيه بتقولها لحضرتك ان هي نفسها تتحقق؟ تحقق ان لله وانا اليه راجعون. لا مفيش ولاد. والدها ووالدتها قال ان لله وانا راجعون. ملك توفت يا عم. قول النهارده لو انت عايز عايز تبعت رساله للملك النهارده تقول لها ايه؟ نعم. تبعت لها رساله كده تقول لها ايه النهارده؟ قال لها الملك ايه؟ يعني ده مش شهره. اللهم ربنا يجعلنا في هذا المنزله بتاعتها يا شيخ ويحسن خدامنا زيها الى رحمه الله. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. زي ما انتم شفتوا يا جماعه يعني دي اللحظات الاولى واول ظهور لجد ملك رحمة الله عليه. يعني رحمة الله عليها يعني اللي هي ضحية حادثة الجلالة. يعني احنا يعني في انتظار وصول الجثمان. احنا دلوقتي الجثمان خرج من السويس. تمام. بصراحة مين اللي بلغك الخبر؟ نعم ابوها والدها في المستشفى. ملك كانت بتدرس في كلية الطب هناك في الجلالة. في الجلالة. ربنا يا رب الى رحمة الله. وهي جاية في تروح مروحين الاوتوبيس انقلب بيهم ادعفلهم كلهم. وده نصيبهم واجلهم الى رحمة الله. وشهرة. اخر مرة تواصلت معاها امتى؟ نعم. اخر مرة تواصلت معاها؟ الجمعة اللي فاتت. يعني زي ما انتم شايفين يا جماعة يعني احنا دلوقتي موجودين عند منزل المرحومة ملك الشهيدة ملك. يمكن احنا كلها ساعات قليلة احنا في انتظار الجثمان على وصول. هيتم صلاة الجنازة عليه هنا في مسجد طعيمة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. ملك راحت ضحية حادث أتوبيس الجلالة. يمكن راحت ضحية هي وأكثر من 11 شخص. يعني حسب الصحة حسب ما تداولته الأنباء والبيان من وزارة الصحة إن هم 12 حالة. يمكن بيتم تجهيز الصوان الآن. يمكن إحنا في انتظار مجيء الجثمان من مدينة السويس. يمكن الجثمان اتحرك من مدينة السويس واحنا في انتظاره دلوقتي. يعني كلنا اتفاجعنا امبارح على الحادث الأليم. هو حادث الجلالة انقلاب اتوبيس. طلبت جميع طلبت كلية طب كان من بينهم الدكتورة ملك طعيمة. ملك تانية طب بنت محافظة الشرقية. ملك بنت مدينة الزقازيق اتوفت وهي دكتورة. كان حلمها ان هي تكون دكتورة تخدم اهلها وتخدم ناسها. يعني احنا منتظرين معاكم ومتابعين معاكم التفاصيل الجنازة لحظة بلحظة. يمكن
احنا دلوقتي في انتظار وصول الجثمان من مدينة الجلالة. يمكن الجثمان اتحرك منذ لحظات قليلة من مدينة السويس، وهيتم دفن ملك بمقابر العائلة بمحافظة الشرقية. يمكن احنا موجودين قدام مسجد آلة طعيمة علشان خاطر نتابع معاكم الجنازة. يمكن جدها هو بس صلى عليها الظهر هنا في جامع بوتهيوز. يعني جدها ربنا يلهمه الصبر والسلوان، يعني زي ما انتم شايفين. اضطراب حبك لملك. نعم يا باشا. اضطراب حبك لملك وان هي كانت قريبه من قلب حضرتك، يمكن ده اللي مخلي حضرتك في صدمه اكبر. جده ربنا يحفظك. جده كل حاجه. جده جده يعني كان الاب ثم الجد. عمي الولاد جده كل حاجه. جده اي طلب عايزينه جده يقول لك عند الجد. جده اهو والحمد لله. ربنا يرحمها. الحمد لله. الحمد لله. شهيدة العلم ربنا يتقبلها يا رب من الشهداء هي وكل زملائها رحمة الله عليهم الى رحمة الله. ربنا يا رب يرحمها. ربنا يرحمها يا جماعة. ادعوا لها. ربنا حضرتك هي شهيدة ان شاء الله. شهيدة عند ربنا. شهيدة العلم. ربنا يحسن ختامنا زيها. امين يا رب العالمين. ربنا يحسن يا رب العالمين. ربنا يديك يعني ادعوا لها. فهي الان لا تستحق هي بأكملها حزينة وبيت حزينة على بنت من أبنائها. هي ملك طعيمة بنت من أبناء محافظة الشرقية تحديدا مدينة الزقازيق. لسه متابعين معاكم في انتظار وصول الجثمان. متابعين معاكم في تغطية، بس في تغطية مباشرة وحية. انتظرونا. دمتم في رعاية الله. كنت معاكم عمرو عطف.